مقتل شخصين بعد تجدد الاشتباكات بين حركة فتح وتنظيم جند الشام الإرهابي والجماعات الأصولية في عين الحلوان. ريفلين يزعم أن من حق تل أبيب السيطرة على الضفة وبناء المستوطنات فيها. الزهار يدعي أن حركة فتح تعطل الانتخابات والقيادة تؤكد الجاهزية لإجرائها حال موافقة حماس. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى تفاصيل نشرتنا الإخبارية. قلد السيد الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله ممثل الاتحاد الأوروبي جون جاتراتر وسام نجمة القدس لمناسبة انتهاء مهامه في فلسطين، ومنح سيادته السيد راتر الوسام تقديرا لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة الفلسطينية الأوروبية وتثمينا لجهوده في دعم شعبنا ونصرة قضيته العادلة من أجل نيل حريته واستقلاله. إلى ذلك استقبل رئيس الوزراء رامي الحمدالله ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين جون راتر لمناسبة انتهاء مهامه، وثمن رئيس الوزراء الجهود التي بذلها راتر خلال فترة عمله في مساندة تنفيذ العديد من مشاريع الاتحاد الأوروبي التنموية في فلسطين خاصة في المناطق المصنفة جيم والقدس الشرقية. وقدم رئيس الوزراء الشكر لراتر على مساهمته في تطوير العلاقات بين فلسطين والاتحاد الأوروبي. أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أنه بعد مرور 46 عاما على إحراق المسجد الأقصى المبارك فإن الاحتلال يواصل مخططاته الرامية إلى هدمه وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه. استهل مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية بالاستماع لتقرير مفصل من وزير الأشغال العامة والإسكان حول مسيرة إعادة إعمار قطاع غزة، وأبرز الجهود التي بذلتها الحكومة بتوجيهات ومتابعة حثيثة من رئيس الوزراء الذي يترأس اللجنة الوزارية للإعمار، مشيرا إلى الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها مقارنة مع حجم الدمار ورغم العقبات والعراقيل التي تعترض العمل. إلى ذلك ثمن المجلس دور وزارة التربية والتعليم العالي في النهوض بالمسيرة التعليمية والاهتمام بالمناطق المهددة والمهمشة والتجمعات البدوية وحرصها على إطلاق العام الدراسي من هذه المناطق، مؤكدا حرصه الدائم على دعم تلك المناطق ضمن الإمكانات المتاحة، معربا عن تقديره للجهود الحثيثة التي بذلها سيادة الرئيس ورئيس الوزراء مع كافة الأطراف المعنية وخاصة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية اللتين ساهمتا في افتتاح العام الدراسي في موعده وإنقاذ مصير حوالي نصف مليون طالب في مدارس وكالة الغوث. في سياق آخر وجه مجلس الوزراء تحية إكبار واعتزاز إلى الأسير محمد علان الذي أثبت بإرادته الصلبة عدم مشروعية الاعتقال الإداري ونجح على نطاق عالمي في فرض قضية الاعتقال الإداري التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية تجاه أسرانا، مناشدا كافة الهيئات الدولية للتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة أسرانا في معتقلات الاحتلال. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين. وفي موضوع آخر، قتل شخصان وأصيب 15 آخرون بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة بلبنان إثر تجدد الاشتباكات بين حركة فتح وجند الشام الإرهابية والجماعات الأصولية هناك. لم يكد يجف حبر التوصيات التي أطلقتها الفصائل لتثبيت وقف إطلاق النار حتى انهار الوضع الأمني مجددا في عين الحلوة إثر محاولة جماعة جند الشام التقدم باتجاه مواقع لحركة فتح والسيطرة عليها. واشتعلت منذ الأمس وحتى اليوم شباكات استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة وقد تسببت بحرائق في المخيم. إلى مستشفى الهمشري ومستشفيات صيدا نقل شهيدان وما يقارب 15 جريحا بإصابات مختلفة وسط صعوبات واجهتها الفرق الطبية في الوصول إلى المصابين في أحيان كثيرة. منذ بداية الأحداث انفجار الوضع في مخيم عين الحلوة استنفرنا جميع الطواقم الطبية والإسعاف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني
وقاموا بنقل معظم الجرحى إلى مستشفى الهمشري، ومعاينة هؤلاء الجرحى من حالته استدعت نقله إلى مستشفى آخر قمنا بنقله، والآن جهاز المتطوعين عم بلف على معظم المراكز النازحين لإحصاء هؤلاء النازحين لتوزيع المواد الإغاثية عليهم إن شاء الله اليوم. ومن نتائج للشباكات نزوح الآلاف من أبناء المخيم إلى المساجد المحيطة ومراكز إيواء مستحدثة. هناك مجموعات عم تعبس بأمن المخيم وبأهلنا وبشعبنا بالمخيمات، وما زالت القيادة السياسية والقيادة الأمنية والقيادة العسكرية ما زالت تتماسك وتعض على الجراح حتى لا يروح من أهلنا كتير ولا يروح ضحايا كتير. النازحون من أبناء عين الحلوة ومن مخيمات سوريا واصلوا خروجهم من المخيم فيما حوصر آخرون داخل الأحياء التي شهدت اشتباكات. أنا كنت قاعدة ببيتي صليت صلاة المغرب وقاعدين عم بشرب دواي، أنا مرة مريضة ما حسيت لك إلا رصاص علينا مثل زخ المطر، منين رصاص ما بعرف، ست خزانات عنا فوق هرت المي كلها علينا. أنا لاجئ جاي من سوريا هربان من آتون الحرب اللي موجودة بسوريا، جينا على مخيمات شعبنا بمخيمات لبنان على مخيم عين الحلوة. أنا تاريخيا بعرف مخيم عين الحلوة، هاي التجربة مش أول تجربة، هاي مخيم عين الحلوة تجربته مريرة. وللطفولة موقفها الذي يعبر عن حال الشعب الفلسطيني بمآسيه ووطنيته. اسمي عدي عبد الله موسى من فلسطين من قضاء صفاد، طلعنا من فلسطين جينا على سوريا على مخيم سبينة، من مخيم سبينة جينا لهون على بلبنان على عين الحلوة، وهلا احنا ما عارفين لوين بدنا نروح بعد لبنان من عين الحلوة. لوين حابب تروح؟ انا حابب اروح على فلسطين. حتى تاريخ إعداد التقرير كان تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية اللجنة الأمنية العليا تمهيداً لسحب المسلحين من الشوارع وعودة النازحين إلى المخيم. هل هي جولة عنف جديدة في عين الحلوة؟ أم أن ساعة الصفر دقت للجوء جديد وتهجير جديد لأبنائه؟ سؤال وحدهم المتآمرون عليه وعلى القضية الفلسطينية يعرفون الإجابة عنه. من مدينة صيدا جنوب لبنان، زين عبد الصمد، تلفزيون فلسطين. وفي تل أبيب ادعى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أن من حق إسرائيل السيطرة على الضفة وبناء مستوطنات فيها، زاعما أن ذلك الحق لا يخضع لأي نقاش سياسي. هي الأرض وما عليها سرقة لجوفها واحتلال لما فوقها، تمر السنوات بعقودها وتتعاقب حكومات الاحتلال بمسمياتها، وما بينهما تزاحم لمفردات عهدها التاريخ وتجرعها الفلسطيني بكل صور الألم والمعاناة. أعلى مستوى سياسي في إسرائيل رؤين ريفلين، والذي لا يخفي رفضه لإقامة الدولة الفلسطينية، يعلن ما سماه حق إسرائيل بالسيادة على الضفة الغربية ومواصلة بناء المستوطنات على أراضيها. تصريحات رئيس دولة الاحتلال ريفلين تنسجم مع هذه الحكومة الأكثر يمنية وطرفا وحكومة المستوطنين الاستعماريين حكومة نتنياهو. عندما تمضي قدما في بناء وتوسيع الاستيطان الاستعماري، تتنكر لقيام دولة فلسطينية على كل الأراضي التي احتلت بعدوان 67 ما فيها القدس العاصمة، وتنكر لحق العودة للاجئين. الضوء الأخضر ومباركة الرئيس الإسرائيلي ريفلين جاء خلال لقائه مع ممثلين للمستوطنات في الضفة الغربية، والذي من شأنه تسمين المستوطنات من جانب وإطالة أمد الاحتلال على الأرض من جانب آخر، مؤكدا أمامهم أن حق إسرائيل في الأراضي لا يخضع لأي نقاش سياسي، بل حق أساسي معطى للصهيونية الحديثة. هذا تصريح رديء ورسالة رديئة جدا، ليس فقط للفلسطينيين وللمنطقة كلها وللعالم. أولا هذا يعني يخضع للمستوطنين الذين هددوا حياته قبل ربما أكثر من حوالي 3 أسابيع، هددوا حياته فهو يخضع لهم. ثانيا هو يقول للعالم كله وللفلسطينيين أنه لا تسوية هناك، لا تنازل عن فكرة الاحتلال وتأبيد الاحتلال. نقطة ثالثة، هذا يدل على أنه الجيل الأخير من القادة السياسيين الإسرائيليين هم جبناء، ولا يمكن لهم حتى الآن على الأقل أن يظهر منهم ديغول. وبالتزامن مع إعلان ريفلين، تقدم مستوطنو ما تسمى بمستوطنات كفار أدورميم، نوفي أفرات وألون التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية بهدم 15 بناية فلسطينية.
موقف الاتحاد الأوروبي واضح فيما يتعلق بمناطق جيم. السكان الفلسطينيين الموجودين في مناطق جيم يجب أن يمكنوا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الجانب الإسرائيلي بصفته قوة احتلال موجودة على الأرض يتحمل مسؤولية هذه التنمية. تكريس الاحتلال وتكثيف الاستيطان ركيزتان أساسيتان في أي حكومة إسرائيلية تعتلي الهرم السياسي، وفي ريفلين الاحتلال والاستيطان يجتمعان بكل صورهما المتشددة. إسرائيل تعتبر بأن سيادتها على أراضي الضفة الغربية حق تاريخي قومي، وريفلين الذي جاء غريبا يتحدث عن تسمين الاستيطان وإطالة أمد الاحتلال، ومن لا يملك لن يعطي ويجب عليه أن يصمت. من مدينة رام الله، علي دار علي، تلفزيون فلسطين. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد نمر حماد، المستشار السياسي للسيد الرئيس. سيد نمر حماد، أهلا بك معنا بداية ومساء الخير لكم. كيف تعقبون على تصريحات رئيس دولة الاحتلال الرئيس الإسرائيلي المتعلقة بموضوع حق إسرائيل بالسيطرة الكاملة على الضفة الغربية بما فيها القدس بطبيعة الحال، والحديث عن الحق في الاستيطان واستمراره؟ يعني أولا هذا يتناقض مع التصريحات والتعبير عن التعاطف الذي حاول أن يظهره ريفلين بعد حرق العائلة الفلسطينية في دوما، عندما اعتبر أن هناك إرهاب يهودي وأنه يشعر بالعار، فجاءت تهديدات المستوطنين له. يبدو الآن أن ريفلين فعلا عاد إلى موقفه الحقيقي، وهو دعم الاستيطان، وليس فقط دعم الاستيطان. الآن هو يبرر كل ما يقوم به عمليا المستوطنين في الضفة الغربية، لأنه عندما يقول هذا الكلام إنه هذه أرضنا وهنا تاريخنا وهنا ديننا، يعطي عمليا ذريعة ويعطي كارت أخضر للمستوطنين لأن يتواجدوا ولأن يفعلوا ما يشاءوا. وهذا من شأنه فقط أن يظهر أن المؤسسات الإسرائيلية الرسمية، سواء كانت رئاسة الدولة أو رئاسة الوزراء أو الأغلبية الساحقة في الكنيسة، لها موقف موحد هو الذي يؤدي إلى هذه العزلة وهذه الإدانة على الصعيد الدولي. يبدو أن الحكومة الإسرائيلية والمسؤولين الإسرائيليين مصرين على المراهنة أن العالم مشغول الآن بقضايا أخرى في منطقة الشرق الأوسط. هم يحاولوا أن يسوقوا الآن في الغرب أن الموضوع الفلسطيني ليس موضوع أساسي، الدول العربية الآن لها هموم أخرى، عدد كبير من الدول العربية تجري اتصالات معنا، لا أحد يهتم بالموضوع الفلسطيني. ولذلك نجد هذه التصريحات، ونجد في نفس الوقت أيضا القرارات الأخيرة التي اتخذت في القدس وبشكل خاص بالنسبة للمسجد الأقصى. طيب سيد نمر حماد، إذا ما تفضلت به، ما إذن إسرائيل تقول أن العرب ربما منشغلون بقضايا تهمهم وصرف الأنظار عن قضية فلسطينية، ما هو دورنا نحن كفلسطينيين في ظل أن رئيس إسرائيل يقول أنه لا مجال للحديث عن ضفة غربية فلسطينية وهناك استيطان وهناك مسموح لإسرائيل أو سيطرة لإسرائيل بها، وبالتالي بصراحة هذا يقتل أي فرصة أو إمكانية لمسار سياسي تفاوضي يحظى بدعم دولي؟ يعني هذا هو السبب الذي جعل الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية تتخذ موقف معلن بأنه لا عودة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، طالما أن الجانب الإسرائيلي لا يعلن الالتزام بإيقاف الاستيطان. مثل هذه التصريحات تؤكد أنه الجانب الإسرائيلي مستمر في الاستيطان، وليس فقط أنه غير مستعد لذلك. ثم الموضوع الآخر اللي كان هو الذي لا زال متعلق بإطلاق سراح الدفع الرابع من الأسرى. التوجه الفلسطيني واضح، هو العمل من أجل تدويل الصراع. طبعا تواجهنا صعوبات، تواجهنا عقبات، لكن نحن اخترنا هذا الطريق أمام الانسداد التام لعملية التسوية عبر المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. هناك محكمة الجنايات الدولية كما يعلم الجميع، هناك تحريك لملف الاستيطان. هذا الملف لا تستطيع إسرائيل أن تتهرب
من المسؤولية عنه. ربما يحاول الإسرائيليين على سبيل المثال بالنسبة لموضوع العدوان على قطاع غزة اللي هو أيضا قضية مطروحة من جانبنا أمام محكمة الجنايات الدولية، يحاولون أن يقولوا أنه كان هناك أعمال أخرى تمس المدنيين، لكن بالنسبة لموضوع الاستيطان هي جريمة حرب. ثم هناك أيضا التحرك الذي يجري التنسيق بشأنه مع الأشقاء العرب في مجلس الأمن. الجمعية العامة، الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة ستكون بلا شك دورة يتم التركيز بشكل تام فيها على الموضوع الفلسطيني. سنرى إلى أين ستصل الجهود الفرنسية بالنسبة لمشروعهم في مجلس الأمن. سنرى أيضا ماذا سيكون التحرك من قبل الأشقاء والأصدقاء معنا بعد أن زال ما كانت دائما تحاول إسرائيل أن تركز عليه وكأنه الخطر الرئيسي في الشرق الأوسط وهو الملف النووي الإيراني. الآن هذا الموضوع أغلق، أصبحت القضية الفلسطينية يجب أن تكون لها أولوية، ويجب أن يكون واضح للعالم بأسره أن جذور الإرهاب الموجودة في المنطقة من أحد أهم إن لم يكن السبب الأساسي الأهم هو أن إسرائيل طيلة هذه السنوات تصرفت تخترق القانون الدولي، لا تحترم القانون الدولي، ولذلك يجري كل هذا العنف الموجود الآن في المنطقة. وضع حد للاحتلال الإسرائيلي، إجبار إسرائيل على أن تكون خاضعة للقانون الدولي وليس فوق القانون الدولي، هذا هو يعني المسار الذي تتجه نحو القيادة الفلسطينية. نعم، أشكرك السيد نمر حماد المستشار السياسي للسيد الرئيس، لك التحية والتقدير دائما. ونواصل في نشرتنا الإخبارية إذ نعود إلى الملف اللبناني، حيث ينضم لنا من هناك من بيروت أمين سر حركة فتح إقليم لبنان السيد رفعت شناعة. أهلا بك معنا سيد رفعت شناعة ومساء الخير لكم. أهلا بك. أهلا بك يا حسن. أهلا بكم. يعني في البداية كيف تصف لنا صورة الموقف الآن، وما هي الجهود التي بذلت، وما هو الحال الآن عقب موضوع وقف إطلاق النار ومن ثم عودة إطلاق النار من جديد، كيف هو الحال الآن؟ يعني الواقع أن ما شهده مخيم عين الحلوة من تطورات مؤسفة ومؤلمة يعني كان يشكل عقبة أساسية في بوجه يعني وحدة المجتمع الفلسطيني، وكان له تأثيرات سلبية، لأن من كان يقف وراء يعني عمليات الاغتيال المتواصلة لقيادات وكوادر حركة فتح لا شك أنه كان يخطط لشيء يعني يخص هذه الحركة الرائدة لإرباكها، خاصة في هذه المرحلة السياسية الخطيرة والدقيقة في نفس الوقت. لذلك يعني المجموع الفلسطيني بعد يعني بعد حصول عدة عمليات اغتيال من قبل جهات معروفة خارجة عن الإجماع الوطني الفلسطيني، وطبعا هي تؤمن باستخدام العنف يعني في المجتمع الفلسطيني واستهداف. طيب الآن يعني سامحنا على المقاطعة سيد رفعت، يعني الآن هناك أطفال، هناك عائلات تشرد من قلب المخيم، جماعات أصولية، جند الشام، سميها ما شئت، هل يعني سيكتب على مخيم عين الحلوة أن يهجروا كما حل بمخيم اليرموك في سوريا وفي مخيم نهر البارد؟ إلى متى سيتم إيقاف هذا الشلال الدموي الذي يدفع ثمنه بالدرجة الأولى اللاجئ المقيم بشكل مؤقت في عين الحلوة في لبنان؟ نعم، نحن نضع ما يجري في مخيم عين الحلوة في هذا الإطار، يعني إطار المؤامرة على المخيم الفلسطيني، خاصة كما تفضلت بعد مشاهده مخيم نهر البارد ومخيم اليرموك وغيره. لذلك يعني القيادة الفلسطينية في لبنان واللجنة أو القيادة السياسية التي تضم كافة الفصائل الوطنية والإسلامية كان لها اجتماع بالأمس قيادي، وطبعا أخذت توجهات محددة من أجل ضبط الأوضاع، وأدانت بشكل كامل هذه الجرائم،
واعتبرت أن ما يمس حركة فتح يمسها هي أيضا. واليوم كان هناك اجتماع للجنة الأمنية الخاصة بوضع عين الحلوة أو داخل عين الحلوة، وتم الاتفاق على عدة إجراءات لضبط الوضع الداخلي من أجل تشجيع الأهالي للعودة إلى المخيم. طبعا هذا الموضوع يتفاعل حقيقة، لأنه ليس سهلا، لأن هناك العديد من كوادر حركة فتح تم استهدافهم واغتيالهم خلال الفترة السابقة، وهذا ما جعلنا نحن كقيادة لهذه الحركة في لبنان أن نطرح الأسئلة، علامات الاستفهام، ونطرحها على القيادة الفلسطينية. إلى متى ستبقى هذه المجموعات الخارجة عن الإجماع الوطني تمارس هذا النوع من الجريمة واستهداف يعني فصيل معين؟ هذا الأمر يحتاج إلى معالجة حقيقية وموضوعية من قبل الفصائل الفلسطينية، لأن طبعا نحن نحترم الأمن الذاتي الداخلي الفلسطيني، الأمن الاجتماعي، حريصون كل الحرص على أهلنا وشعبنا وأطفالنا ونسائنا، لكننا في نفس الوقت أيضا نحن نحث كافة الفصائل ونطالبهم ونطالب كافة الأطراف بأن تسعى إلى اعتقال المجرمين وإلى محاسبتهم وإلى تقديمهم إلى العدالة، لأنه آن الأوان أن نضع حدا نهائيا لمثل هذه الأحداث، لأنه لا يمكن أن يترك مثل هؤلاء القتلة في حالة تحدي للكل الفلسطيني ولهيبة الثورة الفلسطينية والقيادات الفلسطينية. لذلك أنا أقول بأن يعني هذا المشهد أو المنظر الذي يراه العالم من نزوح لأهلنا من مخيم عين الحلوة هو طبعا مشهد مأساوي خطير جدا، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته، وخاصة الفصائل الفلسطينية. ونحن خاطبناهم مباشرة، تفضلوا خذوا إجراءات حاسمة، بمعنى أن نضع حدا للجريمة، وإلا فإن الأهالي سيبقون في حالة ضياع. للمجتمع المدني الفلسطيني عندما يرى أن هناك قيادة صارمة وحاسمة، وهي أيضا تمتلك الآليات لمحاسبة المجرمين والقتلة، فطبعا وتمتلك القوة في ذلك، فأهلنا طبعا لن يغادروا المخيمات، لأن ثقتهم بقيادتهم ستكون كبيرة. نعم، عذرا، وصلت الفكرة. العميد رفعت شناعة، أمين سر حركة فتح إقليم لبنان، أشكرك جزيلا، كنت معنا مباشرة من لبنان، لك التحية والتقدير دائما. رغم دعوات القيادة لإجراء انتخابات عامة كمقدمة لإنهاء الانقسام وتوحيد شطري الوطن، زعم القيادي في حماس محمود الزهار أن حركة فتح تعطل الانتخابات وتساهم في فرض الحصار على قطاع غزة وتمنع إعادة الإعمار في وقت تبذل فيه القيادة جهودا مضنية للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية. في إطار سعيها المتواصل للتغطية على المفاوضات التي تجريها حركة حماس مع حكومة الاحتلال بصورة مباشرة أو عبر الوسطاء، عاد القيادي محمود الزهار إلى استئناف حملته التحريضية ضد حركة فتح من خلال اتهامها بتعطيل إجراء الانتخابات العامة خوفا من نتائجها، إضافة إلى أن حركة فتح هي من تفرض الحصار وتمنع إعادة الإعمار. نحن لا نخشى الانتخابات، نحن نطالب بأن تجري الانتخابات اليوم قبل الغد، والذي يعطل الانتخابات وبشهادة الكل الفلسطيني يعرف من الذي يعطل الانتخابات، والذي منع لجنة الانتخابات المركزية لمدة سنتين أو أكثر من ممارسة عملها في قطاع غزة هي حركة حماس، وبالتالي هذا الكلام مردود على من يقوله. حركة فتح تريد الانتخابات وتدرك تماما أن الحل لكل القضايا الفلسطينية هي إجراء الانتخابات
التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني أيضا. تصريحات الزهار التضليلية لا تعبر عن الحقيقة بصلة، كونها تكمن أن من يعطل إجراء الانتخابات هي مواصلة حماس اختطاف قطاع غزة من خلال إحكام سيطرتها على زمام الأمر في القطاع رغم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، إضافة إلى عدم السماح للجنة الانتخابات المركزية من ممارسة عملها لتجديد سجل الناخبين. هذه التصريحات من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدا، وهي تصريحات لا تنم عن واقع حقيقي، إنما تؤشر أن هناك محاولة للتغطية على الصفقة التي يجري الإعداد لها تحت مسمى الهدنة لسنوات طويلة ولمدى طويل في قطاع غزة، بما يؤدي عمليا إلى فصل غزة عن الضفة الفلسطينية. ومن التحريض إلى التهديد بالانقلاب على الشرعية تتكامل فصول المؤامرة عند حماس، ففي ترجمة لأقوال الزهار التي أكد فيها أنه آن الأوان لحماس بأدواتها المشبوهة أن تتسلم السلطة في الضفة، هذه الهرطقات السياسية الحمساوية تعكس مدى تمسكها بعقلية الهيمنة والسيطرة ورغبتها في إبقاء حالة التشرذم مكرسة بين شطري الوطن لخدمة أهدافها ومصالحها الحزبية والإقليمية الضيقة، مستقوية ببعض المتغيرات الإقليمية في المنطقة. رغم دعوات السيد الرئيس لحركة حماس لإجراء انتخابات عامة، إلا أن الأخيرة تحاول التملص عبر خلق الذرائع الواهية بهدف المضي قدما في مفاوضاتها مع الاحتلال لإتمام مشروعها الانفصالي وإقامة إمارتها المشبوهة في غزة. من مدينة البيرة، خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين. ولمتابعة هذا الموضوع يبقى معنا في الاستوديو اللواء سلطان أبو العينين، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. أهلا بك سيادة اللواء سلطان أبو العينين ومساء الخير. مساء النور. يعني سيادة اللواء، كيف تعاقبون على تصريحات القيادي في حماس محمود الزهار يقول أنكم في حركة فتح تعطلون إجراء الانتخابات العامة وتساهمون أيضا في استمرار الحصار على أهلنا في قطاع غزة، ما هو موقفكم من هذه التصريحات؟ شكرا. يعني بداية يعني لا أريد أن أقول أن حركة فتح لم يكن لديها سوى شغلها الشاغل إلا أن تذهب إلى الانتخابات. نعم. ويعني الأمر الآخر، يعني يستطيع الزهار أن يستعيد ذاكرته قليلا ليسأل أو يتساءل أو يسمع الإخوة الذين تحدثوا مع حركة حماس طيلة شهور متتالية للذهاب بعد حكومة اتفاق بعد حكومة التوافق الوطني في فترة زمنية لتتعدى 6 شهور نذهب لانتخابات تشريعية ورئاسية. نعم. ومن عطل ذلك الزهار وكل قيادة حماس تعرف ذلك، لأنها تريد أن تشاغلنا في اتهامات وتضليل الشعب الفلسطيني، وهي تذهب باتجاه فصل قطاع غزة عن بقية الوطن الفلسطيني، قطعت شوطا بعيدا وأصبحت الآن هي في المرحلة الأخيرة توقيع الاتفاق النهائي حول هذه القضية. لذلك هو يريد أن يوجه اتهامات، يوميا علينا أن نتوقع من الزهار وكل قيادة حركة حماس اتهامات متتالية بأشكال مختلفة ومواضيع متعددة تشغل رأي العام الفلسطيني عما تقدم أو تخطط أو باتت أنجزت كل شيء في قطاع غزة لفصل القطاع عن بقية الأراضي الفلسطينية وعن الوطن الفلسطيني، كل الوطن الفلسطيني. لذلك أعتقد أن الزهار يعني لا يستحق الرد منا في حركة فتح على مثل هذه يعني الافتراءات وهذه يعني الشعوذة السياسية، لأن الأمر بات معروف لدى كل القوى السياسية الفلسطينية بما فيها القوى السياسية المستقلة في منظمة التحرير الفلسطينية وغيرهم، وكذلك بعض الأشقاء العرب. أما حول قضية أنه يتهم السلطة الوطنية الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية بأنها هي التي تحاصر قطاع غزة، يعني شيء مخجل أن يصدر عن واحد من حركة حماس وهو الذي يعرف أنه يتقاضى عمولي على مواد الإعمار التي تذهب لقطاع غزة ربع الكمية علنا، وهذا الذي يعطل. هذا الأمر الأول. الأمر الأول والأمر الثاني أنه بموجب اتفاق وهو الذي وقع مع المبعوث الدولي حول قضية إعادة إعمار قطاع غزة أن تكون هناك قوة لحرس الرئاسة الفلسطينية التي تتسلم أو تتحكم في المعابر لإدخال مواد الإعمار، وهو رفض ذلك.
فتجاوزت القوى الداعمة لإعمار غزة هذا الأمر، ويسألنا فنسأل الزهار عن 450 مليون دولار يعني أرسلتهم قطر إلى السيد الزهار، وزعت هذه المواد كلها إلى أنصار حركة حماس وإلى أتباع حركة حماس، فيما الشعب الفلسطيني يزال يحتل مدارس الإنيروا ومدارس الحكومية، ولم يجد طلبتنا في قطاع غزة حتى الآن بعد العام الدراسي، الكثير من المدارس لا تزال مغلقة أمام طلابنا لأنه صادر الكثير من المواد الإعمار وتحكم بهذه المواد. نعم. كقوة اقتصادية للسيد الزهار. طيب ست اللواء، يقول أيضا السيد الزهار بأن فتح تقوم أو ساهمت في فرض الحصار على غزة وتمنع إعادة الإعمار، يعني ليس من أجل الزهار وإنما من أجل فلسطين، فلسطين واحدة، القدس بما فيها أو الضفة الغربية وقطاع غزة كلها فلسطين، ومن أجل أبناء شعبنا اللي بيعيشوا تحت الحصار. هل أنتم تساهمون في عرقلة عملية إعادة إعمار غزة؟ ألم تذهب الحكومة الفلسطينية، حكومة التوافق التي توافقنا مع الزهار، قيادة الزهار، وذهبت مرتين إلى قطاع غزة لإقرار وضع آليات وجدول زمني وتسريع مواد الإعمار في قطاع غزة، وهو قبل بأن تكون الإنيروا هي التي تتولى هذا الأمر في الإعمار. ألم يعتقل أو يعني يسجن أو يحجز الوزراء الذين ذهبوا إلى قطاع غزة؟ وأخسر قبل أن أي خطوة أن تدفع الحكومة جزية لموظفين حماس الذين قتلوا أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، يضع أولوية رواتب موظفيه على حساب الشعب الفلسطيني، ويريد أن يأخذ من السلطة الوطنية الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية أو من الحكومة الفلسطينية جزية مقابل أن يسمح لها بإدخال مواد الإعمار. هذا شرط أساسي كان، وعندما لم تقبل الحكومة أن يكون هذا الأمر الأول يتقدم على الإعمار، تم حجز الوزراء الخمسة وصدرت هواتفهم، وبعضهم يعني سمع كلاما نابيا بيتخجل له أي إنسان أن يسمع مثل هذا الكلام. طيب، شيء مخجل ومعيب أن يرموا حركة فتح أو الحكومة الفلسطينية بأمراض خبيثة عشت في عقولهم. طيب سيادة اللواء، ما أحوال لأنه جمع. يريد، هو انتهى، هو أنجز الاتفاق النهائي مع العدو الإسرائيلي ومساعدة قطر وتركيا، والأيام القادمة ستكشف إن كنا كاذبين أو صادقين. طيب لضيق الوقت سيادة اللواء، يعني ما أحوجنا كفلسطينيين إلى موقف وحدوي يعكس الانتماء للأرض والوطن والقضية ذلك، وليس الفصائلية أو الحزبية أو شوية دولارات هنا أو هناك. فلسطين أكبر من حزبية ريفلين ضيقة. يقول رئيس إسرائيل، أنا أدعوهم لأن يكبروا بين مستوى فلسطين وأن يبقوا أسرى الإخوان المسلمين أو الحزبية السياسية الضيقة. الرئيس الإسرائيلي يقول أن كل الأرض الفلسطينية مستباحة لصالح الاستيطان. طبعا هذا الزنديق الذي أتى من آخر المعمورة ليحتل هذه الأرض، وهو للأسف هو يصر حتى الآن هو وحكومته الإسرائيلية أن يسموا الضفة الغربية يهودا والسامرة، هذا الأمر الأول. ويعلون قال قبله أنه وجد من أجل أن يكرس حياته للاستيطان في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية وفي القدس وكل القدس. أعتقد بأنه لم يعد هناك شيئا للتفاوض عليه، علينا أن نعد أنفسنا لمواجهة بأسلوب ووسائل أخرى جديدة لمواجهة هذه الغطرسة الإسرائيلية. العدو الإسرائيلي، أنا هنا أريد أن أقول ما دام هذا الموقف الإسرائيلي الذي يسمع القاسي والدان والمجتمع الدولي، ما هي قيمة الدول التي اعترفت بفلسطين كدولة تحت الاحتلال؟ 143 دولة اعترفوا بفلسطين الآن في الأمم المتحدة. نحن نسأل هذه الدول، هل هذا الاعتراف اعتراف شكلي دون أي كلفة سياسية لهذه الدول؟ كل هذه الدول تقول أن هذه الأرض الأراضي الفلسطينية المحتلة هي محتلة والوجود الاستيطاني غير شرعي وغير قانوني. نحن نطالب هذه الدول التي اعترفت بفلسطين والتي أكدت واعترفت بأن الوجود الاستيطاني في فلسطين غير شرعي وغير قانوني، نحن نطالبها أقل شيء أن تطالب هؤلاء المستوطنين الذين نحن جنسياتهم أن يتحملوا مسؤولية وجوب على أرض باعتداء على شعبنا الفلسطيني. أشكر سيادة اللواء سلطان أبو العنين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لهذه المشاركة الطيبة معنا، شكرا لكم دائما. طلب ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال جلعاد أردان وزير الجيش موشي يعلون بالإعلان عن المرابطين داخل الأقصى تنظيما غير مشروع
جاء ذلك في وقت واصلت فيه شرطة الاحتلال فرض حصار مشدد على المسجد الأقصى ومنعت النساء من دخوله واعتدت عليهن، فيما سمحت لعصابات المستوطنين باقتحامه، كما فرضت وقتا زمنيا محددا لدخول المصلين ومكوثهم في باحة الحرم القدسي الشريف. إجراءات إسرائيلية جديدة تأتي في سياق عمليات التهويد الممنهج للقدس والمسجد الأقصى وحجب الأنظار عن المنظمات اليهودية المتطرفة عبر إلصاق تهم الإرهاب على من يمارسون حقهم في الصلاة والعبادة من أبناء شعبنا. الإجراءات الإسرائيلية تمثلت هذه المرة بسعي وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جيلعاد أردن إلى استصدار قرار يقضي باعتبار المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى منظمة إرهابية. نحن أمام مخططين، المخطط الأول إما أن يسكت المجتمع المقدسي على ما يجري في داخل المسجد الأقصى وبالتالي تزول العنوان والهوية ثم يطرد الشعب المقدسي، وإما أن يقدم نفس الشعب المقدسي بكل ما يملك وعندها سيطحن المجتمع المقدسي من أجل إيقاف هذا المشروع، وبين المطرقة والسندان المجتمع المقدسي هو المتضرر. خطوة وزير الأمن الإسرائيلي التي لاقت دعما من الشباك والنيابة العامة الإسرائيلية أتت تجاوبا مع طلب حركات يمينية متشددة تنظم اقتحامات للمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى وباحاته، حيث يعمل المصلون من أبناء شعبنا على التصدي لهذه الاقتحامات دفاعا عن قدسية أماكنهم الدينية، وهو ما دفع سلطة الاحتلال في المحصلة إلى إعطاء المتطرفين اليهود غطاء قانونيا لممارساتهم عبر التعامل مع المرابطين كخارجين عن القانون. الماكنة الإسرائيلية ليست بحاجة إلى مشرعات وليست بحاجة إلى لافتات وليست بحاجة إلى مصوغات، إذا تضايقت من شيء فورا تشرع له، والهدف منه هو تجفيف المسجد الأقصى، في حين نرى جماعات يوميا تتشكل، جماعات خطيرة جدا، جماعات إسرائيلية تنفذ العنف وتقتل وتستبيح وتقتحم وتفعل كل شيء ولا يراها وزير الأمن الداخلي. اعتبار المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى منظمة إرهابية ترافق مع إجراء آخر تمثل بإغلاق معظم أبواب المسجد خلال اليومين الماضيين ومنع أبناء شعبنا من الوصول إليه. هذه الإجراءات التعسفية أتت ضمن سلسلة خطوات نفذتها سلطة الاحتلال لفرض مخطط التقسيم الزماني على المسجد الأقصى، وذلك تمهيدا لتقسيمه مكانيا في نهاية المطاف على غرار الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. زيد أبو شمعة، تلفزيون فلسطين. وقبل الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. مقتل شخصين بعد تجدد الاشتباكات بين حركة فتح وتنظيم جند الشام الإرهابي في عين الحلوة. ريفلين يزعم أن من حق تل أبيب السيطرة على الضفة الغربية وبناء المستوطنات عليها. الزهار يدعي أن حركة فتح تعطل الانتخابات والقيادة تؤكد الجاهزية لإجرائها حال موافقة حماس. وفي الختام أشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، ابقوا معنا، بعد قليل سنكون معكم في حلقة جديدة من برنامج ملف اليوم. حتى ذلك الحين هذه تحية ودائما إلى اللقاء.